انضم الينا عبر الهاتف من اربيل مراسلنا وسام يوسف. مرحبا بك وسام، التطورات لديك في مهارك القائم وسعي الجيش العراقي والقوات المشتركه لتامين الحدود وتحريرها من تنظيم داعش، تفضل. نعم، بما يخص عمليات غرب الانبار، القوات العراقيه تمكنت هذا اليوم من قطع شوط مهم وشوط كبير في هذه العمليات عبر تحريرها لمركز قضاء القائم، هذا القضاء المهم في موقعه وفي معنويا ايضا. كان هناك اليوم فجرا عمليه التفاف نفذتها القوات العراقيه، الشرطه الاتحاديه ومكافحه الارهاب وقوات قيادة قوات الجزيرة، تمكنت من الالتفاف حول مدينة القائم ومحاصرتها، ومن ثم تحرير منطقة الحصيبة التي يقع عليها المنفذ الحدودي الرابط بين العراق وسوريا. مع تحرير هذا المنفذ حدث هناك انهيار في مقاتلي داعش الموجودين داخل المدينة مخافة محاصرتهم، وبهذا تمكنت القوات العراقية من دخول مركز القضاء فعلا عند ظهر هذا اليوم لتتمكن من تحريره. لا زالت هناك بعض الجيوب تحاول القوات العراقية عصر هذا اليوم، ولا زالت مستمرة لتطهيرها، خاصة مستشفى القائم. لا زال هناك تواجد لبعض مقاتلي داعش في هذا المكان، تحاول القوات العراقية بعد أن حاصرته تحاول معالجتهم. أيضا مدينة الحصيبة تنقسم إلى قسمين، شرقي وغربي، التي يقطعها الطريق الرابط بين بغداد وسوريا. المستشفى والمكان الأماكن التي لا زالت متبقية بحاجة إلى تطهير وهي محاصرة تقع إلى الجزء الجنوبي من مدينة القائم. إضافة إلى ذلك تقدم مهم على الناحية الأخرى في ناحية عانة حاليا في هذه الأثناء محاصرة بالكامل من قبل القوات العراقية تمهيدا أيضا لتحريرها. من المتوقع أنه خلال الأيام القليلة القادمة أن تستكمل عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار. نعم، شكرا جزيلا لك وسام يوسف مراسلنا، متحدثنا إلينا مباشرة عبر الهاتف من أربيل.